فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنصح الذين يصورون بالآلة الفوتوغرافية فيردون علي بقولهم إن المسألة خلافية. سؤاله: ما ضابط النصح في هذه المسائل الخلافية؟ يقول: نحن ما تعبدنا بالخلاف، تعبدنا بالدليل. فالمخالف إذا كان عنده دليل صحيح فعلى الرأس والعين، أما إذا كان ما عنده دليل فلا عبرة بخلافه. نعم، هذه قاعدة في كل الأمور، ما هو في التصوير فقط. نعم.